كشف إعلامي شهير عن تعرضه للتهديد من قبل الفنان المصري حسام حبيب طليق الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب. وفي التفاصيل، كشف الإعلامي الكويتي طلال الفصام أنه تعرض للتهديد من قبل الفنان المصري حسام حبيب بعدما تحدث طلال عن الفنانة شيرين عبد الوهاب واختفائها سابقاً، أي قبل فترة من الآن. وأشار الإعلامي الكويتي إلى أنه تناول في إحدى حلقات برنامجه موضوع اختفاء شيرين عبد الوهاب عن الساحة الفنية وعن مواقع التواصل الاجتماعي وطريقة تعامل حسام حبيب السيئة معها بناء على مصادر مقربة من الطرفين. وتابع طلال مشيراً إلى أنه تم تهديده بالضرب من قبل حسام حبيب والانتقام بعد هذه الحلقة. من جهة أخرى، فجر الموسيقار المصري حلمي بكر مفاجأة من العيار الثقيل تجاه الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب وتعاطيها للمواد المؤثرة على الدماغ. وفي التفاصيل، علق الموسيقار المصري حلمي بكر على الأزمة التي تعرضت لها شيرين عبد الوهاب بعد أن تم إدخالها إلى مصحة نفسية عنوة للعلاج من التعاطي. وكشف بكر مفاجأة جديدة مشيراً إلى أن تعاطي شيرين للمواد المخدرة يأتي قبل ارتباطها بحسام حبيب وليس منذ زمن قريب كما يعتقد البعض. وأضاف الموسيقار المصري خلال لقائه مع الإعلامية مروى صبري في برنامج قعدة ستات، التعاطي يفقد الإنسان أعصابه وتجعل المقام يهتز، وفي كذا حفلة بلاقي المقامات عند شيرين تهتز، وشيرين عبد الوهاب في يوم من الأيام كانت عظيمة وكانت هتبقى أعظم، لكن دلوقتي اختلفت، والفترات اللي كانت فيها عظيمة أيام ما طلعت مع تامر حسني وفي البداية ولما كبرت وغنت في حفلات وحبها العالم العربي كله زي ما احنا حبيناها، لكن في الفترة الأخيرة هي خارج التون. وتابع حلمي بكر، شيرين تتعاطى قبل ارتباطها بحسام حبيب، وأنا أحب شيرين عبد الوهاب جداً، ولما حبوا يكرموا شيرين في الأوبرا أنا اللي طلعت على المسرح وديتها الدرع بنفسي، وده حب، ولما تحب إنسان خليه يعيط، ولو قال إيه بيبقى بيفضحك أنت وبيتهمك أنت اللي بتأذيه، ولو امتص الألم وأنا بقرصه لمصلحته وابتسم وبص في وشك هتزداد محبة.